300 عامل وبحار في شركة سكوبسي فرانس أقفلوا الطريق المؤدية لنفق أوروتونيل تحت المانش بالإطارات المشتعلة وذلك مدة ساعتين. أرادوا الضغط على شركة أوروتونيل لتسديد مستحقات شركتهم والتي تصل لستة ملايين ومئتي ألف يورو، وقرروا تقديم شكوى لدى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على أموالهم قبل صدور قرار المحكمة التجارية بتصفية سكوب.